السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله قبل ما غادي نبدأ معكم الجزء الثاني من الدرس ديالنا، الدرس الأول للسنة الثانية بكالوريا، بغيت ندير معكم واحد لا ريفيزيون أو لا واحد الريفيو للدرس أو للجزء الأول اللي درت معكم من الدرس ديال infinitive and gerund. بالنسبة للإنفينيتيف كما قلت لكم في في الجزء الأول ديال هذا الدرس، هذا في لا فيديو الفايته، إنفينيتيف فيه كيتقسم لجوج ديال الأنواع، أو لا فيه جوج ديال إنفينيتيف. عندنا the bare إنفينيتيف اللي هو هذا the bare إنفينيتيف، إنفينيتيف without to، هذا نيت راه نفسه bare infinitive أو لا the infinitive without to. For example he should be careful، هذا واحد المثال ديال bare infinitive. عندنا هنايا should اللي هي modal، وهاد be هادي هي the bare infinitive أو لا infinitive without to. بالنسبة للإكزومبل الثاني he must work hard، work هي bare infinitive ديال to work. غالبا متى يجينا هاد bare infinitive مورا modals، بحال مثلا should must could would have to will can may، هادو هما modals. بالنسبة للإنفينيتيف with to، I advise him to be careful، عندنا هنايا the verb advise اللي دائما كيجي موراه إنفينيتيف with to، وما بين the verb advise مع the infinitive with to تنديرو pronoun أو لا noun كما غنشوف معكم في بعض الأمثلة اللاحقة. I oblige him to work hard، I oblige him أو لا he must work hard، I oblige him to work hard. عندنا هنايا oblige هي واحد من بين لي verbs اللي كيجي موراهم infinitive with to، وفي نفس الوقت كيجي موراه pronoun أو لا noun. عندنا هنايا him هي pronoun ديال he، to work infinitive with to work hard. These verbs are followed by an infinitive. بالنسبة لهاد الجملة هادي اللي صرت عليكم دابا، these verbs راه في الفيديو اللي فات كتبت هنايا these verbs this singular، ولكن كانت خطأ مطبعي كما تنقولوا، كان خطأ كتبته بسرعة، كتبت this في بلاس these، هذه هي الجملة الصحيحة ماشي these verbs، these verbs حيت عندنا هنايا verbs plural. These verbs are followed by an infinitive، an infinitive بطبيعة الحال with to. نشوف معكم الأمثلة. Afford، afford أو لا to be able قادر أو لا يستطيع. We can't afford to buy a car، لا نستطيع أو لا نستطيع شراء السيارة. Arrange to be ready، arrange اللي هي باللغة الفرنسية سارونجي أو لا باللغة العربية يستعد. He should arrange to spend time to learn more about multimedia. He should arrange، عندنا هنايا the verb arrange وجات موراها infinitive، هي جات موراها infinitive with to اللي هي to spend. المثال الموالي expect أو لا anticipate أو لا hope for يطمح أو لا يرغب في، اللي هي باللغة الفرنسية espérer. I was expecting to receive a good news، كنت أتوقع أو لا كنت أنتظر أو لا
كنت أطمح في تلقي خبر سار. learn she learns to take the shower cold. عندنا هنايا the meaning ديال learn أو لا المعنى ديال learn هو تعود أو لا أو لا يعني مولف باللغة بالدارجة ديالنا. manage manage أو لا succeed. he managed to find a second hand book in a shop. يعني استطاع أو لا توفق باش يلقى واحد الكتاب واحد الكتاب اللي ديجا مستعمل في المكتبة أو لا في المتجر. pretend he pretends to be absent whenever I call on him. عندنا هنا المعنى ديال pretend هو يعني يتظاهر أو لا باللغة الدارجة كنقولوا كيدير راسو. il fait comme s'il est absent chaque fois qu'on je l'appelle. كيدير راسو بحال هو غائب كلما اتصلت به. المعنى ديال he pretends to be absent whenever I call him. promise يعني وعد أو لا يعيد. they promise to come tomorrow. كما كنت قلت لكم في الفيديو الفارض أن بعض الأفعال تدل على الفيوتشر يعني المستقبل منهم هذا الفيرب promise. I promise to come tomorrow. أعيد أن they promise to come tomorrow. عفوا يعني يعيدون أن يأتوا غدا أو لا وعدوا باش يجيو غدا. refuse اللي هي بحالها بحال اللغة الفرنسية refuse. the cat refused to eat maybe it's sick. القطة رفضت أن تأكل لأنها ربما مريضة. refuse to eat عندنا الverb to refuse وجات مراه to eat. remember we remember to phone the new nurse. تذكرنا الاتصال بالممرضة الجديدة يعني تفكرنا نعيطو على الممرضة الجديدة. remember وجات مراها to phone. seem he seems to be satisfied. seem يعني يبدو أن أو لا يبدو. he seems to be satisfied يبدو يعني راضي أو لا يعني عاجبه الحال satisfied. want I want to change my bed. je veux changer mon lit. بغيت نبدل السرير ديالي. some verbs are directly followed by a noun or pronoun and then by an infinitive. هنايا بعض الافعال او لا بعض verbs كيجي مراهم مباشره لو نون او لا الاسم followed directly by a noun يعني كيجي مراهم مباشره واحد الاسم او لا pronoun او لا عفوا كيجي موراهم pronoun ومن بعد مباشرة كيجي the infinitive with to. بعد الأمثلة لهاد الأفعال هادو أو لا هاد verbs. advise I advise you to start revising from now. أنصحك بداية المراجعة من الآن. I advise وجات موراها the pronoun you وجات موراها infinitive with to اللي هي هذه. allow the authorities allow them to express themselves. عندنا هنايا سمحت لهم الحكومة أو المسؤولين سمحوا لهم باش allow يعني سمح ب وجات موراها هنايا them اللي هي pronoun وجات موراها to express themselves باش يعبروا على يعبروا عن أنفسهم.
ask. The teacher asked him to go home because he was ill. And نحن يا the verb asked in the simple past حيث فيها ed him اللي هي pronoun ومرها مباشرة جات infinitive with to. Cause and نحن sorry I caused you to get up early today. آسف لأنني سببت لك الاستيقاظ باكرا أو لا سببت لك أنك تفيق بكري اليوم. عندنا the verb cause وجات مراها pronoun you وجات مراها infinitive with to اللي هي to get. Challenge the verb to challenge. He challenges his brother to play a tennis match. دار تحدي مع أخوه اللي هي challenge يعني تحدى. His brother اللي هي noun وجات مرها infinitive with to. Command. I command you to stay where you are. I command you to stay your where you are. أو لا أغضني باللغة الفرنسية أو لا أغضغ. Je te donne un ordre de rester où tu es. اللي هي هنا I command you to stay where you are. كان أعطيك واحد الأمر أنك تجلس في بلاستك. Convince. He convinced her to jump, promising that he would أو لا he'd catch her. Convince يعني بحال اللغة العربية بحال اللغة الفرنسية عفوا convaincre يعني أقنعها اللي هي convinced in simple past. Her عندنا هنا يا pronoun to jump أن تقفز to jump اللي هي infinitive promising that he'd catch her وعدها أقنعها أن تقفز لأنه وعدها أن يعني باش يحميها أو لا باش يشدها إلى تحت ربما إلى تحت. Instruct أو لا order to give an order. The judge instructs هنا درنا S حيث لو verb in simple present وعندنا the judge هي singular. The lawyer to leave. The judge instructs the lawyer to leave. And now the judge هي subject وجات مراها instructs هاد لو verb plus the lawyer اللي هي noun وجات مراها to leave اللي هي infinitive with to. عندنا هنا remind the verb to remind. Please remind me to give you some money. Remind يعني أذكر. Remind وجات مراها pronoun me اللي كدل على I وهنايا جات مراها to give infinitive with to. The verb teach مورا the verb teach أيضا كتجي infinitive with to. The mom teaches simple present ديال the verb to teach her child عندنا هنا noun الابن ديالها to respect أو الابن ديالها to respect all the people باش يحترم الناس اللي كبر منه. Urge her to say the truth. أرغمها أو لا ألح عليها أن تقول الحقيقة. ألحوا حيث هي عندنا هنا they urge her to say the truth. أرغموها أن تقول الحقيقة. دابا غادي نمروا للجزء الثاني من الدرس ديالنا اللي هو جيرند. أولا باش غادي نعرفوا جيرند هو جيرند is a verb in its ing form that functions as a noun that names an activity rather than a person or thing. Or a gerund is a noun made from a verb by adding ing. ing. شنو المقصود من هذه الجملة هذه؟ هي
إذن بالنسبة للجيرند فهو كيعوض الاسم أو لا ناون. وإلا مثلا جاتنا واحد الجملة فيها جيرند أو لا ما عرفناش أشنو نديرو فيها، عفوا غادي نشوفو واش يمكن لا يمكن لينا نعوضوها بإت أو لا. لا واش ممكن نديرو إت في هذاك الفراغ أو لا؟ لا إذا كان ممكن نديرو إت يعني غادي نستعملو جيرند، إذا كان ما يمكنش لينا نستعملو إت يعني غتكون حاجة أخرى اللي غتستعمل في هذيك البلاصة اللي ربما غتكون إنفينيتيف. ألوغ دابا غادي نعطيكم لي زيكزومبل أو لا الأمثلة ديال لي فيرب كيفاش كيتغيروا ملي تنضيفوا عليهم اي ان جي. اذا بالنسبه للمثال الاول ديال الفيربس اللي كنضيفوا لهم مباشره عفوا اي ان جي ما كيوقع فيهم حتى شي تغيير، اد اي ان جي تو موست فيربس، يعني اغلبيه الافعال كنزيدوا لهم مباشره اي ان جي. مثلا بلاي بلاين، هيلب هيلبين، بارك باركين باركين يعني ينبح، help يعني يساعد، play يلعب. four verbs that ends in e بالنسبة لل verbs اللي كينتهيو ب e we remove the e كنزولو e and add ing وكنضيفو ing. بالنسبة للمثال slide slide ولات عندنا sliding. واللي المعنى ديالها انزلق سلايد او لا سلايدين انزلاق. رايد رايدين رايد هي ركب الدراجة او لا الحصان. رايدين هايد هايدين يعني اخفى او لا خبأ. رايت رايتين كتب كتابة. رايتين for verbs that ends in IE بالنسبة للأفعال اللي كيتلو بإي أو. We change the IE to Y كان بدلو IE كان حولها الإي and we add ING وكان ضيفو ING. Example die dying tie die يعني مات dying tie tying بالنسبة لتاي يعني عقدة أو لا faire un nœud كان ديرو واحد العقدة. For a verb that ends with a syllable, a written with a consonant, vowel or vowel and consonant, and is stressed, we double the last letter before adding ing. بالنسبة للأفعال اللي تيكون فيهم vowel consonant بحال مثلا عندنا هنايا consonant هو b vowel هو E and G another consonant وهاد وكيكونوا يعني وتنطقوا هاد السيلابل هذا يعني stress كان stress يعني begin big begin big يعني يطلب أو لا mondier باللغة الفرنسية. begin to begin يعني بدأ أو لا start beginning. did عفوا هنا ماشي did dig بشي dig digging يعني يحفر حفرة يحفر. sit to sit sitting. win winning فاز الفوز winning. however enter مثلا على العكس however يعني على العكس enter اللي هي دخل انتر عندنا هنايا كونسونانت موراها فاول موراها كونسونانت ولكن ما كيوقعش هذاك التغيير اللي وقع لينا على هاد لي فيرب هادو ما كنضيفوش يعني ايغ وحده اخرى مباشره كنضيفو اي ان جي من غير ما كندوبلو هاد الحرف الاخير. هنا كندوبلو الحرف الاخير هنايا لا. The last syllable is not stressed حيتاش ما يعني ما فيهش الشدة ما مسموعش مزيان. دابا غادي نعطيكم لي زيكزامبل فوقاش كنستعملوا gerund. اول استعمال a gerund can appear
at the beginning of a sentence when used as a subject. ممكن يكون هذا الجيرند هذا في الأول ديال الجملة وتيكون الدور ديالو هو subject. Jogging is a hobby of mine or is my hobby. Jogging اللي هي هنا يا the verb to jog وضفنا لها جي حيتاش عندنا كما قلت لكم ستريس هاد السيلابل هذا ستريس وضف يعني دوبلنا هاد جي وضفنا اي ان جي والدور ديالو هو السبجكت هنايا اوف ذا سنتنس. reading is important to improve my knowledge. reading او القراءه is important to improve my knowledge مهمه باش كندعم المعرفه ديالي. A gerund can act as an object following the verb. ممكن يكون الدور ديال هذا gerund هذا object ديال sentence ماشي subject كيكون object. Marina quit smoking a year ago. بالنسبة لهاد quit راه ممكن نخليوها بحال هكا او لا ممكن نضيفو لها ed in the past. quit أو لا quitted كلتا الحالتين صحيحتين in simple past. quit علاش درنا هنا simple past حيت عندنا a year ago هذا عام هذه سنة من سنة مضت أو لا هذه سنة باش قطعت smoking باش قطعت التدخين. the dog starts barking from now. The dog starts بدأ the verb to start وجات موراها barking هي object ديال الجملة barking يعني نبح أو لا بدأ أن ينبح from now من الآن. بالنسبة يعني لاستعمال الثالث ديال gerund. gerund after prepositions that stands alone. بعض المرات كنلقاو بعض البريبوزيسيون عفوا اللي كنستعملوهم بوحدهم يعني ما كيجيوش فريز ماشي فريز الفيرب او لا فريز الناون مثلا كيجيو غير بوحديتهم كيتستعملو بوحدهم. for example after عندنا هنا after اللي هي preposition after having a shower after دائما كتجي موراها gerund. A shower after having a shower يعني بعد أخذ الحمام أو بعد الاستحمام. I waited for my friend after having a shower. I waited for my friend انتظرت صديقتي أو صديقي. The tablet must not be taken before getting up in the morning. The tablet اللي هو القرص ديال الدواء must not be must not أو لا غادي نلقاوها بعض المرات كتكتب هكا mustn't هكا النيجاتيف ديال mustn't be taken before getting up in the morning. المعنى ديال الجملة يعني يجب أن لا نأخذ الأقراص قبل الاستيقاظ من النوم. عندنا هنا before وجات موراها gerund اللي هي getting هي gerund اللي هي getting. الجملة الموالية I understand it by trying much longer 2 hours a day. فهمتها أو لفهمت الدرس أو لفهمته by عندنا هنا preposition by ومباشرة موراها خاص يجي noun ما غاديش يجي verb يعني trying اللي هو gerund الدور ديالو هنايا هو noun. trying يعني اللي هي المحاولة حاولة جات من verb to try وضفنا لها ing محاولة much longer بعد يعني المحاولة لمدة ساعتين في اليوم. In spite of أو لا despite بعض المرات تكون despite. In spite of studying gerund a lot he didn't pass the exam. رغم أنه يدرس كثيرا
أو لا يراجع كثيرا، لم يتوفق في الامتحان. What was her reaction on hearing this news؟ كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت هذا الخبر؟ عندنا هنا on وجدت موراها hearing اللي هي adjourned. He told the joke without laughing. هذا يعني عاود واحد النكتة بدون without بدون ضحك. laughing هي ضحك. بالنسبة لاستعمال الرابع ديال gerund. After gerund after adjectives plus preposition. بعد المرة تيكون واحد الادجكتيف تيتبعو preposition مباشرة كنديرو موراه gerund. They are afraid of. Afraid of هي adjective plus preposition of. Afraid of losing the match. كانوا خايفين من أن يخسروا باش يخسروا الماتش. Pat is angry about or angry at walking in the rain. Pat تعصب أو لا طلع ليه الدم، يعني اللي هي angry about ولا at. Walking يعني أن يمشي، المشي walking مشى يمشي in the rain في المطر أو لا تحت المطر. John is good at or bad at working in the garden. John هو اسم وجات مراها هاد good at اللي هي يعني يعني يتقنو good at يتقنو أو لا bad at يعني مزيان أو لا ما مزيانش في working in the garden يعني في الجاردناج أو لا في العمل في الحديقة. He is clever at skateboarding. He is clever at adjective plus preposition. Clever at يعني بارع في التزلج. Skateboarding هو التزلج. The girl is crazy about playing tennis. The girl اللي هي الفتاة is crazy about يعني كتحماق أو لا كتستاك عزيز عليها. She loves playing tennis. عزيز عليها لعب تنس. He is disappointed about. He is disappointed about ولا at seeing such a bad report. خاب ظنه. Disappointed about يعني خاب ظنه في رؤية مثل هذا مثل هذا التقرير. We are excited about making our own film. We are excited يعني فرحانين. We are happy. We are excited about يعني we are happy about making our own film. عجبنا الحال ملي نتجنا الفيلم ديالنا. Sandy is famous for singing song. Sandy الاسم ديال الشخص is famous for يعني معروف بغناء الأغاني. Singing جات من الverb to sing اللي هي غنى يغني. I'm fed up with being treated as a child. Fed up يعني fed up يعني كارهة أو لا ملة من. Fed up with being treated as a child. ملة أو لا كارهة التعامل معه كطفل. مللت التعامل معي كطفل. Anna is fond of going to parties. Fond of يعني مولوع مولوعة. Anna مولوعة أو لا محبة لي. مولوعة of going to parties مولوعة بالذهاب إلى الحفلات. He is glad about getting married again. She is glad
about getting married again. عاجب هالحل أو لا فرحانة؟ The children are not happy about or at seeing a doctor. The children يعني الأطفال are not happy about ما عجبهمش الحل أو لا ماشي فرحانين at seeing a doctor اللي شافوا دكتور أو لا طبيب. Are you interested in writing poems? Are you interested in writing poems? Interested in أو لا يعني مهتم ب، هل أنت مهتم بكتابة القصائد؟ Joe is keen on drawing. Keen on يعني مولوع أو لا يحب، يحب كثيرا. Joe is keen on drawing أو لا يتقن. She is proud of riding snowboarding. Proud of يعني فخورة ب riding snowboard snowboarding يعني كدير سكي أو لا التزلج فوق الجليد. We're sick of sitting around like this. We're sick of يعني كما تنقولوا باللغة الفرنسية on a marre مللنا من الجلوس هكذا sitting around like this. He is sorry for eating in the lesson. Sorry for تأسف لي eating in the lesson يعني الأكل في وسط الحصة. I'm tired of I'm tired of waiting for you. تعبت من الانتظار من انتظارك أو لا عيت من تسناك. She is used to smoking. She is used to smoking يعني اعتادت على التدخين. I'm worried about making mistakes. أخاف I'm worried about أخاف الوقوع في الأخطاء. Making mistakes يعني ارتكاب الأخطاء. بالنسبة للحالة الخامسة اللي كنستعملوا فيها gerund كيجي مورا noun plus preposition. Gerund after noun plus preposition. What is the advantage of farming over hunting? The advantage of عندنا هنايا noun advantage وكاينة of اللي هي preposition وجات موراها farming اللي هي gerund over hunting. عفوا ماشي over or hunting or farming or hunting. The advantage of ما هو الدور أو لا يعني المميزات ديال يا إما يعني العمل في الحديقة أو لا في المزرعة والقنص. There's a chance of catching a cold these days. Chance of اللي هي noun plus preposition هناك احتمال catching a cold these days الإصابة هناك احتمال الإصابة بنزلات البرد هذه الأيام أو للإصابة بالزكام هذه الأيام catching a cold. There's a choice between flying to London and New York. هناك اختيار ما بين choice between اختيار بين الطيران إلى لندن أو لا نيويورك. Peter is in danger of making a mistake. Danger of يعني يخاف من أو لا الوقوع في الخطأ. Danger اللي هو خطر الوقوع في الخطأ. He has difficulty in texting. Difficulty in صعوبة في
تكستين يعني كتابة النصوص. He is an adept about buying the correct software for his computer. Doubt about. عنده شك في شراء يعني البرنامج الصحيح للحاسوب ديالو. There is little hope of catching the new Corvette. Little hope of يعني هناك احتمال بسيط أو لا أمل بسيط في الالتحاق كاتشين يعني الالتحاق the new Corvette الالتحاق بسفينة الحرب أو السفينة الحربية. I like the idea of setting up a new email account. I like the idea يعني أعجبتني فكرة القيام ببرنامج أو لا بواحد أكاونت اللي هو الكونت لا كرياسيون ديال واحد الكونت جديد. There is no interest in writing letters. Interest in يعني يعني ما كاينش واحد الاهتمام في كتابة الرسائل، ما بقاش اهتمام بكتابة الرسائل. This is a simple method of finding solutions. Simple method هناك هذه أبسط طريقة أو لأسهل طريقة لإيجاد الحلول. Finding solutions يعني إيجاد الحلول. There is some opportunities of bringing her parents together again. There's some opportunity of هناك فرصة أو لا هناك بعض الفرص لجمع والديها من جديد. These wheels offer the possibility of riding a horse. Wheels يعني العجلات. Offer يعني كتمنح la possibility أو الإمكانية باش نركبوا على هاد الفرس. He has the problem of swimming too slow. عنده مشكل. He has the problem. عنده مشكل في السباحة ببطء. Too slow يعني ببطء. There's a real reason for winning the contest. There's a real reason for. هناك سبب حقيقي لفوز المباراة. There's a risk of digging too deep. هناك خطر في الحفر العميق. Too deep يعني بعمق. He was in trouble for stealing. يتردد. Was in trouble for يعني يتردد في السرقة. Stealing. Steal هي سرقة. This is a new way of building a wall. New way of. Way of يعني طريقة أخرى. New way of طريقة جديدة. Of building a wall في بناء طريقة جديدة لبناء الحائط. دابا غادي نمشيو يعني لاستعمال السادس. امتى كيجي gerund؟ gerund after verb plus preposition. يعني كيكون لو verb plus preposition اللي هما phrase verbs اللي غنشوفوهم من بعد ان شاء الله في درس قادم بإذن الله. They were accused of breaking into a shop. I agree with playing darts. I agree with يعني أتفق مع لعب. أتفق مع لعب السهام أو لا السهم. رمي السهام. They apologize for being late. اعتذروا. Apologize for being late. لأنهم يعني تأخروا عن التأخير. اعتذروا عن التأخير. She doesn't believe in getting lost in the wood. The reporter
اللي هو المراسل is blamed for writing bad stories. blamed for يعني مهان أو لا أهين لأنه كتب رسائل خاطئة أو لا أشياء خاطئة. She complains about bullying of her boss. She complains يعني كتشتكي من المعاملة السيئة أو لا من تسلط بلاين اللي هو التسلط ديال البوس ديالها أو لا لو باترون ديالها. Do you concentrate on reading or writing? واش انت كتركز في القراءة أو الكتابة؟ I wanted to to congratulate you on making such a good speech. كنت أريد أن أهنئك على الخطاب الجيد الذي قمت به مثلا. He is not sure how to cope with getting older. Cope with يعني كيفية التعامل، كيف يتعامل، طريقة التعامل أو لمواجهة getting older يعني تقدم في السن. They decided against selling the car. Success may depend on becoming more patient. Sue dreams of or about being a pop star. They feel like going to bed. مهم باش ما نزيدش نطول عليكم. غتشوفوا معايا هاد لي فيرب هادو وقت ما بانوا لكم هاد فريزل فيربس ضروري ما ديروا موراهم جيرند. اذا بالنسبه لاخر اخر حاله فاش كنستعملوا جيرند اللي هي هاد لي فيرب هادو وقت ما بانوا لكم هاد لي فيرب هادو اللي غتركزوا عليهم ضروري ديروا جيرند. knowledge ولا admit يعني اعترف، advise نصح، allow أعطى الإذن، anticipate أو لا to anticipate توقع، appreciate استفسر، avoid أو لا to shun يعني مانع أو لا يمتنع عن، be worth deserve يعني كيستحق يستحق، can't help أو لا can't stand، celebrate confess اللي هي admit اعترف، consider اعتبر، depend delay تأخر أو لا أخر، detest detest يعني بحال اللغة الفرنسية رفض، discontinue أو لا quit أو لا stop، discuss ناقش، dislike أو لا hate رفض أو لا كره، dread أو لا be afraid of أخاف، endure تحمل، escape هرب عن أو لا تخلى عن، evade أو لا shirk تهرب من، explain شرح، finish انتهى أو لا أنهى، forgive سمح ب، fear أو لا make afraid أخاف، feel like أو لا seem يبدو، فين فين اختلق يعني خلق شي حاجة، give up أو لا stop، keep on continue، mention ذكر، miss فقد، omit حذف، permit صرح، postpone أو لا put off أجل، practice طبق أو لا اعتمد، prevent
يعني منع امتنع. recall recommend resist يقاوم risk يخاطر suggest يعني كيعطي الرأي ديالو tolerate يسمح understand يرج ألح أو لا يصر على warrant يعني ضمان هنايا بعض الحالات كنلقاو بعض الأفعال اللي تيجي مراهم سواء infinitive أو لا gerund، ولكن the meaning كيتغير المعنى كيتغير من جملة لجملة أخرى. وبعض المرات تنلقاو بعض الأفعال أيضا بحال remember و forget مثلا ممكن نستعمل موراها infinitive أو لا gerund والمعنى ما كيتغيرش. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله. كنضرب لكم موعد في درس مقبل، درس جديد ان شاء الله، وفيديو قادم باذن الله. كنتمنى التوفيق للجميع.